ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده هو الجزء الاول من مجموعة فيديوهات هنتكلم فيها عن كل ما يخص المطبخ، والنهاردة هنتكلم عن افكار المطابخ الضيقة عشان تبان مساحتها اوسع ومنظمة اكتر. اول حاجة واهم حاجة اختيار لون وخامة الدواليب. اللون ما يكونش غامق، يفضل الوان الباستيل الفاتحة، والخامة يفضل تكون سطح لامع عشان تعكس الاضاءة عليها فتنور المطبخ وتوسعه. تاني حاجة لازم ندخل في التصميم دولف ازاز، دي بتفتح مجال الرؤية ما بتسدهاش زي الدولف المصمتة، فبتوسع اكتر، وممكن كمان نزود فيها اضاءة هيكون افضل للشكل والمساحة. تالت حاجة الاضاءة، هي عنصر مهم جدا في تصميم المطبخ لازم نهتم بيه، واضافة اضاءة اسفل دواليب المطبخ بالشكل ده سواء سبوت لايت او شرايط ليد بتنور مساحة الخدمة أو الرخامة، وبتدي خداع بصري إن الارتفاع بين الرخامة والدواليب أكبر. رابع حاجة مساحة التخديم أو القرصة، اختيارها مهم جدا، يفضل اختيار لون فاتح وهادي ما يكونش فيه بطش كتير، وده غالبا متوفر في الجرانيت المستورد زي الكشمير الهندي أو الوايت جرانيت، وده هنتكلم عنه في فيديو لوحده. خامس حاجة دمج الرفوف المفتوحة في التصميم، لانها بتدي اتساع وما بتسدش الرؤية، وكمان بنستخدمها كعنصر للديكور وممكن نزود لها اضاءة. رقم 6 استخدام الوحدات القابلة للفرد والطي او اللم، زي الفكرة دي مساحة تخديم مزودة بعجل تدخل جوه لما تخلصي، والترابيزة اللي هي بتتفرد وتلم تاني على الحيطة، ونفس الكلام في البار ده اللي بيتلم تاني على الحيطة. سابع حاجة لازم تكون دايما مساحة التخديم او الرخامة عندنا رايقة ومنظمة، مش محطوط عليها حاجات كتير، فلازم نزود من مساحات التخزين اللي بتلم الحاجات ديت جواها زي الوحدات الرئيسية دي. او استغلال كل زوايا الحيز بالشكل والميكانيزم ده عشان يبقى سهل علينا ان احنا نستخدمهم بالكامل من غير ما يكون في فوضى جوه او يصعب علينا ان احنا نجيب حاجة من جوه الزاوية ديت. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم الفيديو الجاي.